السلام عليكم ورحمة الله الإخوان الأخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال إن شاء الله. وانتم كتشوفوا الفيديو ديالنا ديال اليوم، المتتبعات والمتتبعين ديالنا الأعزاء والعزيزات، كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم للقناة، على التشجيع ديالكم اللي كنلقاه في التعليقات الإيجابية، شكرا للي خطاكم علينا. توحشناكم، توحشنا التواصل معكم. كانت واحد الغيبة قصيرة من بعد العطلة ديال عيد الفطر بحكم الخدمة، ما كان يعني الوقت ما كيكفاش باش نصور لي فيديو، ولكن اليوم ان شاء الله بغينا نشاركوا معكم شكيلة جداد ديال الجلابة ديال الطرز والتنبات، وما نطولش ان شاء الله عليكم، نمشيو نشوفوا اول جلابة. نبداو بهاد الجليبة هادي اللي مخدومة في الكريب دو سوا، طرزناها بالطرز الرباطي، الطرز الرباطي اللي فيه هاد الشناف هذا، كيجي على هاد الشكل في الكميمات، كاين الكمام هاكا مطروزين، عندها الطريزة هادي في القب، الجليبة كطلع الشكل ديالها أنيق، زوينة في اللبسة، طرز متقون، خدمة متقونة، وملبوسة كتبان حسن من يعني هاكا في العلاقة، يعني في اللبسة كتبان حسن. شوفوا الشكل الثاني اللي عندنا واللي بغينا نشاركو معكم، شوفوا هاد الجليبة هادي، هادي حتى هي فيها هاد الطرزة هادي، اختارينا نطرزوها بهاد اللون هذا بهاد الأورانج، فيها الطرزة هنا في الصدر، الخدمة مخدومة ب يعني بطريسنات أو تشباك ديال البرشمان، شي حاجة زوينة ورائعة في اللبسة ديالها. كتجي على الشكل هذا، كنتمنى تكون واضحه في الكاميرا، وغادي نخليكم تشوفوا من البوسين غيبان احسن، يعني اللي عجبها شي شكل هادو جليل باش كيبقاو ديال البيع، اللي عجبها شي شكل تسكريني الصوره وتواصل معنا في الواتساب اللي غادي نخليوه في صندوق الوصف، واللي حتى بغات يعني تخيط هاد الموديل هذا ممكن تواصل معنا، كنصيفطو عبر الامانه، كنتكلفو بالثوب، يعني الا بغيتي نتكلفو بالثوب ما عليك الا تصيفطي لنا القياس ديالك، يعني العبار ديالك تاخديه عند اقرب خياط عندك، وحنا كنتكلفو بالباقي، توصلك الجليبه ان شاء الله حتى للدار. هادو بصراحه هادو ما فيهمش لي طايب بزاف، يعني كاينه تقريبا كل جلابه عندنا منها شكل، ولكن الا اللي بغات مثلا نفس الموديل كنوجدو ليها، كاين هاد الشكل هذا. عندنا هاد الشكل هذا تا هو فيه هاد الطرز هكا بشناف في الكميمات، مطروزة بالنحاسي برونز، كراب دائما اللي كيطلع رائع في اللبسة، الشكل ديالو زوين، الكميمات اختارين نطرزوهم بهاد الشكل هذا. عندها الطرز هكا حتى في يعني الخدمة ديالها نص طوق، بضفيرة البرونز، ضفيرة في النحاسي، وصنعة طريسناج في اللون ديال الجلابة، الشباك ديال البرشمان، وعندها هنا عاوتاني على هاد الشكل هكا، كنتمنى تكون واضحة مزيان. غادي نشوفوها ملبوسة في المنكار تبان حسن، فيها طرزة هنا في الجلايل شناف، كتجي رائعة في اللبسة، الشكل ديالها زوين، كتجي على هاد الشكل هكا. هادي عندنا فيها هاد اللون هذا، وعندنا فيها هاد اللوين هذا حتى هو. هذا اللي اختارينا نطرزوه بهذا الزيتي هذا، طلع رائع حتى هو في اللبسه ديالو، نص طوق خديمه دائما كتبقى الصناعه ديال المعلم بالرقيق، كميمات طروزين بشناف، وجليل حتى هو من طروزين على هذا الشكل هكا، كتجي زوينه في اللبسه، يعني جليل باس ديال الصيف، الشكل ديالهم جديد. خدمة متقونة، هادو كما قلت هادو جليباس ديال البيع، كيبقاو لي طاي ستوندار مخدومين في الكريب، اللي بغات شي شكيل تسكريني الصورة تواصل معنا، وجلابتك توصل حتى لعندك ان شاء الله، يعني كنصيفطو في الامانة لداخل المغرب وخارج المغرب.
عندنا هاد الجلابه هادي اللي مخدومه حتى هي في الكريب الغوزانديان، منبته بالعقيق، كلها عقيق، ما داخلاش فيها يعني الصناعه. فيها الرشمه هادي في الكمام هنا، فيها هنا في الصدر، وفيها هنا في الجلايب. هادي كان سبق لنا خدمناها بزاف دلوينات، وتبارك الله يعني لقات واحد الاقبال، يعني بحكم انها كتخدم بواحد الاتقان، لا في الرشمه ولا في العقيق باش كنخدمو. دائما العقيق كنخدمو بجوده مزيانه، يعني اللي كيبقى في اللمعه ديالو ما كيتبدلش. وهادي كطلع تبارك الله زوينه هاد الرشمه، هادي انيقه في اللبسه ديالها، حجر او لا العقيق اللي مخدومه به، مخدومه بعقيق جوده مزيانه، كلها عقيق، ما دخلش فيها الصناعه، الشكل ديالها رائع. هادي مازال كاينه في اللوينات، كاين عندنا هاد الشكل هذا في المبنى، عندنا هاد الشكل هذا في هاد الجلابه، هادي جلابه بالقفطان، هادي مخدومه بالكريب دوفاس، قفطان مخدوم براندا، والجلابه مخدومه بصنعه السطوق وبتنبات بالعقيق، دائما العقيق الجوده ممتازه. خدمنا بهاد الرشيمه هذه، طلعت رائعه، فيها رشمه هنا في الكميمات، هادو الشكيلات اللي جداد واللي الحمد لله كيلقى واحد الاقبال عند الكليان ديالنا. يعني كطلع جلابه ديال الحضور، جلابه ممكن تلبس بوحدها، ممكن تلبس جلابه بوحدها، ممكن تلبس مع القفطان ديالها يعني في مناسبه او في حضور. الشكل ديالها رائع، الخدمه ديالها متقونه. وهذه غادي نشوفوها، نشوف نعطيكم تشوفوا القطن بوحدو. هذا القطن ديالها اللي ملبوس معاها من التحت، حتى هو مخدوم بالراندا، يعني ممكن تلبس هذا القطن بوحدو، كيبقى مخدوم بالدي بالراندا باليد، شي حاجه الاتقان في الخدمه. حتى يعني بجلابة ديالو كيبقى جلابة مناسبات حضور، شكيلة رائعة تبارك الله. كنتمنى ان هاد الشكيلات اللي شاركت معكم اليوم ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم، ونكونوا عند حسن الظن ديالكم. ما تبخلوش علينا بتعليقاتكم الايجابية اللي كتشجعنا اننا دائما ان شاء الله نعطيو المزيد ونعطيو الجديد. اعطيونا لي لايك وشجعونا ان شاء الله، ودعموا القناة باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا. كنشكركم بزاف، وان شاء الله ما غاديش نطولوا الغيبه عليكم دابا، غادي يكون الجديد في القريب ان شاء الله. دائما غادي نشارك معكم الجديد ديالنا اللي كنوجدوا. كنشكركم بزاف، والى فيديو جديد نتشوفوا. السلام عليكم ورحمه الله.